ناهد أهلا بك. يعني نحن نتحدث عن الصواريخ التي أطلقت من حزب الله باتجاه المستوطنات الإسرائيلية والشمال الإسرائيلي. بالفعل يعني سلسلة من الرشقات اليوم أطلقت منذ صباح هذا اليوم، آخرها كانت منذ بعض الوقت باتجاه إصبع الجليل ومناطق الجولان بإطار العمليات التي يواصل حزب الله على القيام بها، والتي يوم أمس كانت سجلت أكبر عدد من هذه العمليات مع قيامه ب 48 عملية يوم أمس، وهو بالفعل منذ سنة وحتى اليوم هو أكبر رقم من العمليات التي يقوم بها حزب الله. في هذا اليوم حتى هذه اللحظة كانت صواريخ حزب الله وصلت كما ذكرت إلى جنوب تل أبيب، وعفوا بمسيرات حزب الله وصلت إلى جنوب تل أبيب مع استهداف قاعدة تل نوف الجوية، أما صواريخ فقد وصلت أيضا إلى حيفا مع استهدافه الكريوت، بالإضافة إلى استهدافه قاعدة استخباراتية في صفد، هو ما كان أعلن عنه حزب الله اليوم باستهداف قاعدة مشار، وهي المتعلقة بالاستخبارات العسكرية أو القاعدة الأساسية للاستخبارات في المنطقة الشمالية. غير ذلك كانت عمليات حزب الله تستمر على المواقع على الشريط الحدودي. بالنسبة لمنطقة عيت الشعب صباحا قام الحزب باستهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة عيت الشعب، والتي كانت صباحا شهدت قصفا مدفعيا، إلا أنه منذ ساعات الظهر وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي مواجهات في بلدة عيت الشعب. حتى هذه اللحظة الهدوء الحذر يخيم على هذه البلدة. المواجهات انتقلت إلى مناطق أخرى تحديدا إلى القطاع الغربي من جنوب لبنان والقطاع الشرقي. القطاع الشرقي حيث في هذه الأثناء هناك قصف مدفعي وفوسفوري يطال بلدة كفر شوبة والبلدات المحيطة وحلتة وشبعة مع استهدافات متكررة في تلك المناطق وغارات إسرائيلية على تلك المناطق، بالإضافة إلى غارات على بلدة لخيام مع محاولات إسرائيل للدخول عبر تلك المناطق. وبالتالي أيضا تتركز عمليات حزب الله في هذه الأثناء على استهدافات لإصبع الجليل والجولان، وهي المقابلة للبلدات التي يحاول الإسرائيليون الدخول عبرها في القطاع الشرقي. أما في القطاع الغربي تحديدا في منطقة رأس النقورة محمود، حيث استهدف حزب الله تجمعا في تلك المنطقة، تجمعا في مستعمرة شلومي المقابلة أيضا للنقورة، وأيضا موقع جل العلام المقابل للنقورة. وبالتالي أيضا هناك مواجهات في هذه الأثناء في تلك المناطق من قبل إسرائيل ومحاولات متكررة للدخول، والتي تقابل برشقات صاروخية من قبل حزب الله في تلك المناطق.